بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من 5999 نحاول مدري عاد نحاول ما نحاول، هذه ما أعرف، يمكن يمكن والله أعلم إنه ما راح أهجم بالساحة يعني، خاصة إنه ما في بث وتسجيل وبدون تشجيع، فبنشوف بنشوف عزوز. واو، جالس يفوز على ايش؟ يفوز على مين؟ يفوز على برج نار، فالكيري، وهياكل، ومينيون. واو واو حرام. شوف شوف شوف، فيلن وبرج نار من أوسخ الخصوم اللي ممكن تشوفهم. لا 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 اوف. واو 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 واو، والله لو قالوا لي كذا يمكن ما اصدق يعني. لو قالوا لي المباراة بتصير زي كذا، اول ما ويكون الفوز زي كذا ويفوز عزوز على هذا الخصم بأبراج ناره وبحياكله وبمنيونياته، ما كنت ممكن أصدق يعني، ممكن يعني إلا التصديق القليل. فبنشوف إيش عندهم هذول سواليفهم، ما شاء الله الاثنين هذول. انضم لعانة، عادي الاسم جيد يعني نوع ما يعني. فنشوف محمود هذا يأتي ويعود، يذهب ويعود، يذهب ويعود. أمير بكل مكان. أوف، نوب نوب، عجوز العرب أحلى ثنائي والله. إيش قصدي كلف ودور مضي شكلها. خمسة تسعة تسعة تسعة، نحافظ على هذا الرقم. نعم نحافظ على هذا الرقم ونشوف. 49-1 معنا، لابد من تصفية على ما أعتقد. هذا لوسيفر جاء آخره يعني، جاب نهايته يعني. لوسيفر على حاتم، سعد 3 أيام يعني. فوز بكل لعبة، هذا موجود. اوكي موجود معنا. اوكي انا 0، عشان كذا ما اقدر الوم احد، ما اقدر الوم احد صراحة. اذا كنت انا 0
يلا بسم الله نشوف. مثلا علي شو التشكيلة هذه؟ تاس ديكافي يعني طاسة القهوة يمكن. يا الله ايش هذا؟ استهبل هذا هذيك شكله قاعد يلعب حرب كم قصدي قاعد يلعب ساحة يمكن. 6200 ما ادري والله لازم تتأكد يعني. ف تيك ات ايزي واو هذا التشكيل اللي قال بيفكر فيه. واو 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 والله واو والله واو يا اخي هذا يحب شيء اسمه المسرع يحب شيء اسمه غضب. واو فعلا 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 تقول واو بكل قلبك يعني خاصة انه الخصم يعني نعم ايضا مقرف يعني الكو هذا قفص الغول ما هو بسهل ما هو بسهل مقرف قرف غير طبيعي. فالان ايضا الساحره وخنازيرها هذه ايضا موضوع من مواضيع القرف. فخصم مقرف يعني من صياد سمك ل ساحره ام لكره نار ل لا 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 المهم قفص الغول هذا ايضا مقرف مقرف هجوميا امامك هذا المبنى الذي يكلف 3 اكسير فقط انا ما اعتقد شيء مقرف وقاعد يفوز على هذا الخصم. وليفلاتك يا علي ليفل 11 والله شيء اسطوري جدا شيء اسطوري فعلا. سكيب 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 خلاص سكيب سكيب لا بنشوف الأسطورية كيف بنشوف الأساطيرية كيف. شوف 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 معالجة مع الصراحة كان مفروض علي يدزها كذا دزة غضب لكن الآن بيدفع الثمن دفع الثمن كيش. شوف 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 يا حبيبي شوف 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 الخفافيش شوف العملاق الملكي شوف وتمعن بالريمونتادا. واو واو والله فعلا واو اشياء تحمسك باللعبة يعني اجمل شيء باللعبة انك ما تلعب وبس تتفرج على الناس اجمل شيء يعني صراحة من اجمل المشاعر البريئة انك تشوف الناس وانت حاط رجل على رجل وتشوفهم يعني ينجلدون وانت قاعد يعني تشوف الخطط واللعب والتشكيلات. عبد الان 6000 واو عندنا الان لعانة عبود محمود كيكات زاراكي سيد زراكي سعد صالح موك لوسيفور ما شاء الله 306 ما اقدر اقول له شيء 306 ما يشارك بالحرب هل ممكن تقول له شيئا؟ الله اعلم الله اعلم يعني ف اوفر للاسم ذا بيست نوبس. يا الله ورانا هالنوب ورانا أفر ولا تقول لهم أف هذا أفر ف نرى ماذا يفعل هذا الأفر. يا الله على القرف اللا متناهي وشوف كيف الصاعق وين موجود وين عنده الغيلان ممكن الله المستعان. الموضوع يبي له قاعدة من جد. المني بيكا هذا دورك هذا وقتك وقته هذا وقته انت الآن
أمامك مسؤولية كبيرة، البيك الكبير، البيك الكبيرة أعطاك هذه المسؤولية. يا الله 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 يا الله، شوف 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 شوف، يعني شيء مقرف إنك تقابل تشكيلة فيها رامية مفرقعات وأنت لا تجد الحلول. الله يعين، شوف كيف رامز المفرقعات مقرفة، مقرفة قرف غير طبيعي، قرف غير طبيعي من جد. هي عقدتي بهذه المباراة والكارثة الصامتة الآن ميجا نايت. أيوة يا أخي، أقسم بالله شيء طفح طفح. تسلا تسلا تسلا، كل خصومي تسلا. ليش ليش ما نعرف، ما نعرف والله ما أعرف، ولا وخلاص يعني أنا قرفت ولا أهتم ولا ودي أعرف يعني حقيقي، يعني صراحة أنا قرفان وطفشان من هذه اللعبة، ولا أهتم ولا يهمني ليش كذا خصومي فعلا يعني والله. ما يهم، ما يهمني أبدا أبدا أبدا. ما يهمني صراحة، قاعد ألعب ولا أهتم ولا شلت هم هذه المباراة ولا دريت عن هذه اللعبة. فبنشوف تسك علي مثلا شو يسوي. قفص قفص الغول كالعادة، قفص الغول قفص الغول قفص الغول. ف للعموم شيء مقرف يعني، كل الخصوم تسلا. ليش حرب تسلا، ساحة تسلا؟ لا أنا قاعد ألعب تسلا بهذه التشكيلة، ف احتمال كبير نعم سنقابل تسلا، احتمال كبير نعم. لا فورتاليزا، فورتاليزا روخا، احتمال كبير اي نعم. شوف كيف، شايفين القرف بهذه اللعبة؟ شايفين تكرار 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 كل شوي. ما صارت والله، والله ما صارت، والله ما صارت. شبه شبهي 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 جد، ما أدري يعني إيش ممكن، إيش ممكن أميرين شوف 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 شوف. أتوقع إن شاء الله ما يكون معه البرق. شوف التسلا كيف، عجوبة والله، عجوبة عجوبة التسلا صراحة يعني. طبعا بننضرب أكيد ما فيها كلام.
يلا عادي، من طاد ما قصر، والله ما قصر. شوف أميرين مع إيش؟ مع مجندين، مع برق. أعوذ بالله. صراحة يعني إيش اللعبة هذه؟ أميرين مع مجندين مع يا لطيف. أشوف كيف؟ والله قرف، والله قرف، والله شيء مقرف. شيء مقرف. شوف، شايفين القرف؟ يعني بدون ما تشوف كيف اللعب تشوف البطايق. قال لي مع الخصم لا، والليفلات خوينا كملت. يعني فعلا شيء مقرف. ايش هذا؟ كوخ مع فرن. والله قرف والله العظيم صراحة. فلا تلومون الواحد إذا اعتزل اللعبة أو ترك. أنا أتمنى ما حد يلوم. يعني فعلا يعني كنا نسب قبل والناس تلومك ليش قاعد تسب، ليش قاعد. فخلاص الحين تركنا، لا نسب ونرتاح. ارتاح وارتاحوا يعني انتم ايضا، يعني مرة كل شيء، يعني لا سب ولا لعبة اصلا للأسف. فاني يقول لك لما تضايق من السب خلاص الحين. الحين نقدر نقول مبروك عليك. يعني الان خلاص يعني شيء لعبة تقهرك. يعني وين تطلعك؟ ولا تقدر تسب الناس بالدعم، ولا تقدر تسب الناس ولا تقدر تسب إدارة الشركة، ولا تقدر تسب إدارة اللعبة. لا في غير انك يعني تحاول. لكن حتى هنا لما تتكلم باليوتيوب ما تلقى تعاطف ولا تلقى يعني خلاص الواحد صحته، يعني ألزم على الواحد صحته وأعصابه يعني. يعني حقيقي حتى شوف كيف قاعد انا، والله قاعد اشوف واحس تشنجات في عيني اليمين. وانا بس من المطالعه ذي. ليش؟ لاني قاعد اتخيل لو انا مكان هذا امراض نفسيه. والله يا أمر. شوف حفار سم، كوخين، مبنيين، مجندين، ساحر. والله لعبة تسبب الهلوسة. والله يا هلوسة، أحيانا أقسم بالله تجي لك بالأحلام. أحيانا ما أدري يعني أحلم بالبيكا، يعني أنا ما أدري هل هي أحلام يعني من عشقي للبيكا. ما أدري، أحيانا أحلم بالبيكا، يمكن ما أدري ناسي وش كان الحلم. يعني هل هو خوف من أني أقابل بيكا أو حبا للبيكا؟ ما أعرف. شوف 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 شوف, شوف. والله قهر كذا الخسارة، والله قهر كذا، أقسم بالله قهر، أقسم. وزادها قهر وزادها تلف هذه الحركة، حركة الصياح هذه، أقسم بالله شيء. شوف كيف تفتح اللعبة تجي لك أمراض، أنواع الأمراض. يجي لك الكحة، يجي لك القولون، يجي لك
نشوف يعني عندنا ذا ما شاء الله أربع فصلاحة. هذا اللي عرف للعبة صراحة، هذا اللي عرف للعبة. أج أج أجين هذا اللي عرف للعبة والله. هذا أيضا فنان ما شاء الله بالحرب، وأيضا متفاعل يجي السواليف و يستاهل، يستاهل ترقية، يستاهل ترقية. طيب أم عبد فعلا يعني لعبة كلمة كلمة مرض 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 من أمراض العصر، تعرفون أمراض العصر الكوليسترول وهذه اللعبة. الله يعين. أنا كنت أبغى هذا الفيديو يكون بث الساعة واحدة كذا ونتشارك، لكن ما أدري قاعد أحمل ألعاب زين والنت يعني ما يتحمل، يعني الواحد يحمل شوف يدور له ألعاب ثانية. قاعدين نحمل ألعاب أخرى، ألعاب كمبيوتر وكذا. شوف كيف، لا إله إلا الله. طبعا عشان أنا ألعب برج نار جابوا هذا الخصم يعني، لكن هذا الخصم بالذات صعب يعني لما تكون برج نار، صعب صعب جدا صعب جدا. لأن المفروض يفكر دفاع، المفروض يفكر دفاع، الله أعلم. المفروض يفكر بالتسلى، الله أعلم. شوف 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 صعب والله، صعب والله صعب. طبعا بدون أسهم الصراحة هذا الاثنين والله رهيب 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 رهيب، عجيب، فنان جلاد والله إنه فنان 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 فعلا فعلا، أرفع له القبعة والله فنان. نجي لك لوج بيت كامل، شايفين كيف الحظ؟ الأبو كلب ذا، يا الله. لعبة تجيب لك الطاعون غصب، لعبة تجيب لك الطاعون غصب. برج النار ما منه فايدة بهذه المباراة بالنسبة لي، فشوف كيف بطاقة كاملة والأسهم واللي محتاجها من عندي. فشايفين كيف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الواحد يترك هذه اللعبة الأزين، وهذا الأسلم أسلم أسلم لصحتك، أسلم لعقليتك، أسلم لمستقبلك الذهني والعقلي. اترك 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 اترك، ابعد عن ما القلق والغثاء هذا كله يعني. شايف كيف؟ شايفين كيف؟ والله حاجة تقهر 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 من جد، تقهر من جد. أنت لعب تشكيلة حاطها لي، فيجيبون لك تشكيلة يعني ما أدري، نص بطايق ما تنفع لها، زي على الطائرة ما تنفع الغيلان، وهذا البرج النار ما ينفع تشكيلة غيلان برمي الغيلان. وش هذه اللعبة من جد يعني؟ قولوا لي وش هذه اللعبة. وشوف المسكين علي كل خصوم كذا يعني. والله العظيم ترحموا يعني. أنا هذا اللي تقول له العب بيكا، يقول لك البيكا ثقيل ويش يهزمه.
ابلع 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 البيكا ثقيل واقدر اصده يعني بطاقه واحده. ابلع هذا خصوم ما ينفع لهم غير بيكا يعني. بالاخير عمك بيكا هذا اللي ينقذك انت الان او عمتك عمتك ما ادري والله الحسب. شوف 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 مع اخو ميجا نايت مع امير. ايش هذا ايش هذا ايش ذا يا ولد وش ذا؟ والله صراحة قاعد يتصدى تصديات للتاريخ للتاريخ. لكن معليش لن تستطيعي لن تستطيع لن تستطيع. ما أدري أنا ما أعرف هل بالمنطق أنت أمامك هذا الوحش الدبة وأمامك الأمير أمامك العملاق الملكي وعندك البرق اللي ما منه فائدة بهذه المباراة يعني إيش بترميه؟ ترميه على إيش؟ نافخ الأسهم مثلا هو المستهدف. نافخ الأسهم والأمير يعني أضرب الآن أضرب أضرب بالتوفيق. شوف مات الساحر الثلجي يعني إن شاء الله يكون مأمن على الضربات الله أعلم يعني. الساحر الثلجي مسكين والله طيحته ذي الطيحة طيحة مقشرة صراحة ليك هل هذه أعوذ بالله يعني من جد إيش ذا؟ بالأخير لو أنت تلعب لو أنت تلعب بيكا كان أفضل لك. وانت تلعب بيكا والله كان أفضل لك. 5-9-9-9 بالأخير يعني تسمع كلامك تسمع كلام عمك فراس يا علي يعني مفروض يعني شخص أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة يعني فاب يعني بيكا بيكا يعزك البيكا ينقذك بمواقف لا ينفع معها هؤلاء الفصاعين. انت الان كرة النار شو لا اله الا الله والله كل ما كل خصم ازق كل خصم ازق من اللي قبله. لا والله كل شوي يعني شوف كيف هذا تسلا هذا خصم التسلا يعني اوه تسلا ياكل منين. لا والله اللي قبل ارحم يعني اللي قبل بس تلعب هيك وخلاص هذا ما تدري وش يعني ما تدري هذا يقفل تسلا هياكل منين واو 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 الله يعين لوك بيت مع لوك بيت مع حفار الآن هذه بدي تقرفك هذه. أيوة حل ممتاز 3-3 الله يعين. بس هنا إذا رميت الجذع غلطة أيوة صح كذا أنت صح مية 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 ممتاز 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 تضطر ترمي الجذع كذا ممتاز. صراحة ما نقدر نقول غير انك قاعد تلعب على وفق الامكانات المحدودة لتشكيلتك يعني تشكيلة بدون ساحر بدون اسهم هذا ما تستطيع فعله. شو الان ترمي كرة نار على هذا يعني فكرات النار هذه طاقة حرارية مهدرة الان يعني الله يعينك ستدفع التكل ستدفع الفاتورة ستدفع الفاتورة كيش. فارمي جذع عادي واو او 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 شوف 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 السايكل شوف السايكل شوف السايكل غير طبيعي سايكل مجنون سايكل مجنون يا سادة. ايش ذا ايش ذا ايش ذا ايش ذاك منين ثم منين بهجمة واحدة يعني بهجمة واحدة من هجمات خوينا شفنا 2 منين
واو 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 واو. انت تلعب صح، الله اعلم يعني. اوه حرام 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 حرام. مسكين مسكين والله مسكين، والله مسكين. انا اشعر تشعر. والله مسكين، والله مسكين، والله مسكين. شوف شوف شوف، والله اعلم، والله اعلم، والله اعلم. الله اعلم. انا كنت اتمنى يعني هذه السهره تكون مباشر، لكن قدر الله ما شاء فعل. يعني انا ما كنت اتوقع اني بضحك هذا الضحك يعني بهذه اللعبه. فهذه ميزه اللعبه، يعني احيانا تكون ما عندك مسلسل مضحك، ما عندك يعني، تصير الساعه 2 الليل فاضي صاحي سهران تضحك يعني على مثل هذه المواقف. يعني افضل من لقطات مستر بين والله. واو شوف الان بعد ما تلعب فالكري يجيبون لك خصم الفالكري تصير مزهريه قدامه، تنين صغير على ساحره ليل. هنا ميجا نايت، شكله ميجا نايت والله، شكله ميجا نايت. يعني وين الهياكل؟ وين ال شوف وين 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 الربع وين؟ الآن هذولا المينيون ما أدري إيش فائدتهم. يعني أنت كتشكيلة ممكن الآن رهيبة 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 الفكرة، بتسوي زي اللي سواه عليك الخصم. لكن واو 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 واو، كفو 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 كفو. واو 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 واو. إذا بغى يحط مبنى حط قفص الغول. صراحة لعبوا 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 متكتك. هذا علي، هذا طبعا شخص يتمتع بقوة عقلية فائقة 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 صراحة. إذا قارنته ب لا 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 عصافير الكناري، رائع رائع. فالآن هنا الإعصار، مفروض مفروض الإعصار لحفظ الدار. أوكي 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 أوكي. الآن الله يعين، إلى الآن نوعين الأذرار. واو، هنا عسار، هنا العسار، هنا العسار، وهنا كرة النار، وهنا الخفافيش، وهنا الخفافيش من شلة عيشة. ويا سيدة يا سيدة يا حبيبة مالها هيدة. ابلع ابلع. والله راح فيها. لا 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 ما بصراحة ما يحتاج أقول لكم إني مشتاق لمباريات الكورة، يعني مشتاق للدوريات الأوروبية والكلام هذا الكبير. واو 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 واو. 119 جحفلي جحفلي عالمي. واو 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 واو. فجميلة المباراة والله جميلة. هل نقدر نقول التكتيك اللي لعب فيه كان رائع جدا؟ هل التكتيك ينجح دائما؟ هل أم أنه يعني ما ينفع لهذا الخصم بس عشان الخصم هذا ما عنده أسهم؟ فبنشوف. طبعا ما تشوف العملاق الكهربائي وانت شايل الميني بيكا، شايل البيكا اصلا يعني، وشايل الميني بيكا من تشكيلتك وتقابل هذا. فشوف كيف اللعبه لعينه يعني من جد. ما ادري ايوه حلو مع الميني بيكا على الاقل. شوف رامي السهام والله مقرف. يا 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 الان زميلنا واو واو قاعد يلعبها صح.
وايضا الصح باسلوب زميلنا انه قفل اللعبه ورجع. شو لاحظتوا؟ لو لاحظتوا قفل اللعبه ورجع، عشان هذا تكتيك يفعله بعض الناس، يعني في شيء يعني زي ما نقول يعني إشاعة ممكن نسميها، أو أسطورة، نعم أسطورة أو إشاعة أو شعور. أنا أحيانا أشعر أنه تقفل اللعبة أزين عشان ينسون، ما أدري يعني من وين تأخذ هذا الكلام، ينسون ولا نعناع ما أدري. شوف 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 استسلم استسلم خصم ما أدري، رمى الراية مبكرا مبكرا. لماذا يا غلام؟ لماذا؟ والله ما أدري. الصائق ما يقدر يعني يرمي على أي شيء بعد التشكيلة، لا عنده حتى هياكل ما عنده. فشوف كيف القرف، خصم ما عنده هياكل، حتى لو أنا ألعب أسهم مثلا ما راح أستفيد من الأسهم ضد هذا الخصم يعني. فمن جد قرف. الآن عملاق كهربائي، ماذا سيفعل أمام سباركي؟ هل سيعطلها؟ شوف كيف، شايفين كيف عطل سباركي الآن العملاق الكهربائي؟ تقريبا شكله عطل سباركي كم ثانية، والله ما أدري، الله أعلم. هنا مشوف إعصار عند الخصم تقريبا في سبل آخر. أيوة إعصار إعصار طبعا. شوف شوف وين حط هذا أيضا. فحاسب حسابه متكتك التكتيك، هات المتكتكة زي ما يتكتكوا المتكتكين. فمن جد رهيب 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 هذا الخصم، قاعد قابل سباركي ميني بيكا، يعني لازم تتعاطف معاه، لازم توجه له التحية. أنا توجه لك التحية يا أخ كافيك، أنت مدير كبير. هذا كافيك يا ما اشترينا منه. أوكي أوكي أوكي، حمضيات من بقال اللي جنبنا. الآن الآن مباراة ليلة التاريخ، هجمة غدارة. واو 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 واو، اكتملت أركان الغدر. واو 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 واو، من جد نقول واو واو، الله أكبر، واو. من جد أنا مستمتع جدا. وزين إنك تستمتع لحالك يا أخي، بلا بثرة بلا بثوث. فنستمتع، واللي يبغى يشوفها بعدين على حسب وقت وعلى حسب فضات، والله أزين يعني تسجيل. ولا تخاف يا علي، أنا سجلت ذلك إن شاء الله. لا تنسانا باللايكات، لأنه طبعا اللي ما يعطي إذا ما شفنا لايكات طبعا الواحد يتوقف عن الاستمرار. فرهيبة المباريات هذه اللي عطانا إياها الشيخ علي، واو رهيبة فعلا. لومبن بومبي بومبي، إيش اسمه ذا؟ أنا ليش قاعد أقرأ أسامي الناس؟ خلاص أنا شكلي لي مستقبل شغال أرشيف الأحوال. أوكي الله يعين الله يعين الله يعين الله يعين. تراها يعني مباراة حرب عادي، يعني ليش أنا قلقان؟ وتراها لعبة أبو كلب عادي، ليش أنا وش أنا خسران؟ عادي يا ولد، عادي عادي عادي. ايوه لعب لنا امير الظلام من هناك، دلت ابلع البيكا من هنا، عنده عملاق ملكي وانا عندي ان شاء الله ما يكون معه الساحره تكمل. ايوه اوكي الله يعيني، يعني نسويك هكذا ونسويك هكذا ويا ربك يعين. يعني السم هذا ما راح خسارة، يعني ما راح خسارة أبدا إن شاء الله تعالى.
إذا كان عنده منيون فأنا لا خصم مقرف خصم مقرف خصم مقرف خصم مقرف فعلا. صياد هذا ما يستعمل الصياد السمك هذا إلا المقرف هنا من أمثالك. الحمد لله تمت العملية بنجاح. صياد سمك على صياد أبو شنب على الله المستعان. بس الله يعين الله يعين الله يعين. باقي بس يضربني ببرق وتكملوا. فيا سلام والله جميلة هذه الحرب. نقدر نقول نجاح تقريبا. ثلاث تشكيلات أعتقد فزت فيها. حرب ناجحة مباركة يشهدوها القاصي والداني. ونشرب بعدها أحلى شاني. فهيا هيا 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 يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. والله الواحد وناسه. انتصارين من أربعة يعني انتصارين خسارتين. يعني محصلة جيدة نوعا ما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.